عزيزتي المشاهدة، اليوم راح نسوي عجينة اللوز. هذه اللي تشوفيها أمامك عجينة اللوز، نستخدمها الكثير من المعجنات. حبيت أسويها بالمنزل حتى تشوفين طريقة تحضيرها بالمنزل. هسه أشوف لك المواد المطلوبة وطريقة العمل. عزيزتي اليوم اللي راح نحتاجه لعجينة اللوز هو طبعا انا دا اسوي نصف المقادير، لانه انا عندي موجوده حاضره بالسوق عجينه اللوز، فدا اسويها لاجل اللي ما عندهم عجينه اللوز بالسوق حتى يتعلمون شلون يسووها بالبيت. عندي نصف المقادير مثل ما قلت، هنا عندي 100 غرام لوز، طبعا خليته مع الماء على النار لمده دقائق لاجل ان ازيل القشره من عنده. شوفي هسه تزال القشرة من عنده بكل سهولة. أزيل من عنده القشرة وبعدين راح أخليه ينشف شوية. أنا شفه بشي ورقة المطبخ. نصف ديسيلتر أو استكان فلور شوغر أو طحين السكر. عندي نصف استكان أو ديسيلتر سكر. هسه راح اقشر اللوز كله وانشفه واشوف لك شلون راح اسوي العجينه. عزيزتي بعد ما انتهيت من تقشير اللوز ونشفته بورق المطبخ، خليته بهذا الميكسر. راح اضيف له السكر المطحون. طبعا قبل ما اضيف السكر المطحون راح اخلي بس كلينكس او ورق المطبخ حتى لا يدخل السكر بهذه الثقوب. خليت نصف استكان مطحون، نصف استكان سكر عادي. ارفع الفوطة والكلينكس، راح اطحن هذه المواد كلها مع بعض الى ان ما تتكون عندي عجينة. بعد ما طحنت هذه المواد كلها مع بعض، استطيع ان اضيف لها القليل من الماء. مثل هذا عندي نصف استكان ماء، راح اضيف نصفه يعني ربع الاستكان اضيفه الى، وابدي مرة لاخ اخلط هذه المواد الى ان ما تصبح عندي مثل العجينة. طبعا انا دا اسوي هذه العجينة لانه بالحلقات القادمة ان شاء الله راح احتاج لهذه العجينة. عزيزتي هي هذه عجينة اللوز بعد ما انتهيت من عجنها، راح افرغها عندي. طلعت كمية لا بأس بها تكفي للمعجنات اللي أحتاجها. كل ما جت لهوي فرغتها بالصحن. هسه راح أخليها بهذا الكيس النايلون النظيف عندي، راح أجمعها كلها بهذا الكيس النايلون هكذا. جمعتها بهذا الكيس عندي وراح اخليها بالبراد او الفريزر واستخرجها وقت ما احتاجها للاستعمال. هكذا صارت عندي جاهزة العجينة. هي هاي عجينتنا، عجينة اللوز. اتمنى تعجبك الوصفة وتجربيها، وشكرا جزيلا للمشاهدة.